حاول يمر يلعب كرة في الأمام إلى عند رشيدي، حاول يكمل فيها عند رشيدي، ممكن يصنعها، ممكن يحطها، ممكن نايف زويد حطها بالجول، جول! هدف التعادل، هدف التعادل من البديل نايف زويد، ممكن يحطها بالجول وفعلا حطها بالجول نايف زويد، حطها بالجول. هدف التعادل بالدقيقة 17 من أحداث الشوط الثاني. تأتي حلول إذن من الهجوم الغزاوي. شوف الإعادة، البناء كان من لمسة كانت جميلة، والمتابعة بإصرار عيد الرشيدي وضع الكرة في المكان الصحيح، وضع الكرة في المكان الصحيح. نايف زويد عدل نفسه واختار الزاوية البعيدة عن حارس المرمى ليسجل هدف التعادل. لاحظ 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 نايف زويد، بديل ناجح ايضا باحداث الشوط الثاني. والمتابعه الان، وهذه الكره عيد الرشيدي، كره معاه عيد الرشيدي، بيتقدم بيصنع كره عرضيه، جول! صنعها لنفسه وسجلها، صنعها اذا لنفسه وسجلها، حاول يصنع لكن كره تبي بالجول، كره تبيها منه بالجول. عيد الرشيدي بيسجل هدف القادسيه الثاني. شوف شوف عيد الرشيدي، شوف احداث الكره، شوف اللمسه، وشوف بنيران صديقه، بنيران صديقه من اللي كان واقف ند قوي جدا جوليو سيزار، ياتي بهديه مقبوله لصالح القادسيه، انما غير مرغوبه، غير مرغوبه اكيد الجهاز الفني والاداري وجماهير نادي الفعيل بالخطا. اذا ياتي هدف، لكن هي هديه مقبوله، وسجلت اذا الكره من تسديده عيد الرشيدي، وكأن حال الكره يقول يكون الهدف منك يا نادي الفعيل. كره بتلعب ريمه تانديه من الكورنر، محاوله انحب الراس ياسر حامد بالجول، بالجول! في هذه المرة قلب الدفاع الغدساوي، من كان يدافع في فترات المباراة يأتي بالحلول بكرة رأسية